عمري 18 سنة، بديت إدمان الأفلام الإباحية من عمر ال 13 سنة، بعد ما تعرفت على بعض أصدقاء بالمدرسة اللي هم كانوا من مدمنين الأفلام الإباحية. صارت بيناتنا محاورات وأعطاني أسماء مواقع أو ويبسايتات بحثت عليها، فبديت أدمن الأفلام الإباحية والعادة السرية، وبدأت أتأثر كلش حاليا بصحتي. ولحد الآن يعني من عمر 13 سنة، أنا حاليا عمري 18 سنة. زين، أهلك ما يعني اكتشفوك؟ ما حكيت لأحد مقرب منك حتى تعالج نفسك لو استمريت على الإدمان؟ مظليت مدمن. بالنسبة لأهلي، أهلي ما عرفوا يعني اللي دا أسوي أني، بس هي صارت شي يوم مثل ما تقول، يعني أني والأصدقاء اللي حولي صارت عندنا هاي السالفة شي يومي أو شي من متطلبات اليوم بالحياة. تأثر على دراستكم؟ على لا، من ناحية الدراسة ما تأثر عليها، أو ما تأثر على الشيء العقلي مثلا، بس من ناحية الزواج أني يعني هواية قلت لهم الأهلي أنه أريد أتزوج أو شيء، حتى على مود أقطع هذه العادة أحولها الغير شيء لشيء مفيد. بس إحنا يعني عائلتنا فقيرة وحالة مادية كلش صعبة، فما يقدرون يأهلوني على مود أقدر أتزوج. يعني حالتكم مادية يعني فقيرة أو صعبة، تواجه صعوبات إنه ما تقدر تتزوج حتى تترك العادة؟ يعني الزواج تريده فقط حتى تترك هاي العادة؟ هو الزواج مثل ما تقول استقرار للشخص، بس هذه من يعني أهم الأشياء الزواج، لأن تعرف أنت الشباب عنده مثل ما نقول رغبة بالزواج، فإحنا حالتنا المادية كل ضعيف، فأهلي ما يستطيعون توفية متطلبات الزواج. مو مثل بالبداية. أنت نادم هسه مدمن على هاي السالفة؟ تعتبر دول أصدقاء سوء اللي علموك؟ هو الندم موجود. ليش؟ لان عاشرت هيك ناس، فالاهالي صراحه لازم تخلي اطفالها تعاشر هيك ناس او هيك نوع من المجتمع اللي يجروك لهذا الطريق من دون علم الاهالي ويخليك مدمن على هذا الشيء. انا كلش نادم لان ادمنت هذا الشيء اللي هو مضر بصحتي، يعني يو دائما فشيء مفيد الي كان افضل من هذا الشيء. طيب، اصبحت عندك يعني حاله كآبه، شو سولف لي على هاي؟ نعم، هي هذا الشيء موجود عند الكل. أنا سألت أكثر من واحد، بعد الممارسة صار عندك مثل حالة كآبة من الدنيا هيك كلها، فتحس نفسك أنه بالعدم، ما موجود أي شيء، كل شيء ما موجود.